بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم أخوكم عزيز الرشيدي. اليوم الدرس بشكل آخر وهو الحفاظ على الصحة. فكما نعلم جميعا أن مثل هذه المواد التي نقوم في تساعدنا في إصلاح الهواتف، فهي مثل ما هي جيدة فهي ضارة بالصحة، ولا يختلف عليها اثنان. وهناك يعني أمر بسيط كنت يعني أشتغل به من مدة وساعدني جدا، فأردت أن أشارككم به إن شاء الله. أتمنى أن ينال إعجابكم. وهي مثل هذه المروحة الصغيرة العادية، يعني مروحة صغيرة ولكن منفعها كبير جدا، بحيث أنني يعني لم أعد أقوم بعمل الكمامات على الفم. كما تشاهدون يعني بمجرد أنني أقوم ب انظروا كيف يعني يذهب إلى هناك، يعني لم أعد أشم أي رائحة سواء للرزينة أو لأي مواد أخرى، وهذا بشكل جيد. وحتى لو كنت بعد يعني حتى بدرجة واحدة، أما بدرجتين أو ثلاث درجات فهي تكون أشد، يعني انظر فلا يوجد أثر للريحة يعني الضارة بالجسم. فهذه يعني هذه الروائح التي تصعد من هذه المواد فهي سامة جدا وضارة بجسم الإنسان. وأنصح يعني بالإخوة الكرام أن يقوموا يعني باقتناء مثل هذه المروحات أو صنعها إذا لم تتوفر لديكم. وهي مثل هذه فهي رخيصة جدا، يعني ثمنها ما بين 30 و40 درهم مغربي، يعني ما بين 3 أو 4 أورو، ولكن فائدتها كبيرة جدا. أتمنى أن يعني يكون الشرح جيد، وأشكركم جزيل الشكر على دعمكم الكبير والكثير. أشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع لقاء آخر في درس آخر إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم.